في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها أصحاب المحال التجارية والفنادق السياحية في محافظة كربلاء المقدسة بسبب أزمة كورونا وما رافقها من حظر للتجوال، إلا أن الحكومة المحلية لم تساهم بإعفاء أجور الجباية والضرائب المترتبة عليهم. حالياً يطالبون الفنادق والمؤسسات السياحية بجباية وجباية الضرائب وجباية خدمات اللي هي معدومة بصراحة، وهذا الشيء يعني مضحك مبكي بصراحة، أنه بهذا الوضع وبعد هذا الظرف الصعب اللي الفنادق معطلة من أكثر من 4 أشهر أو 5 أشهر حتى من قبل كورونا نتيجة الأوضاع السياسية بالبلد، فالفنادق تمر بأزمة اقتصادية كبيرة. أدعو إلى الدولة بمساعدة أصحاب المشاريع وبالخصوص المطاعم اللي هي صار عليها فرض منع كافة مثل ما يقول للعاملين، لأنه من خلال هذا المرض الكورونا إحنا لحد هاي اللحظة يعني كهرباء دن ندفع، الضرائب أيضا يعني ما سمعنا من الدولة أنه مثل ما يقول بادرة وبرفع الضرائب من عندنا، صارت إعفاء ضرائب السياحة، هاي كلها مبالغ ضرائب سياحة، الصحة، هاي تجديد الإجازة، يعني هو عندنا صرفيات الضمان الاجتماعي، هاي كلها فلوس. حكومة كربلاء المحلية بينت أن أكثر من 700 فندق ومطعم سياحي أغلقت أبوابها جراء أزمة فيروس كورونا، مبينة عن نيتها الطلب من الحكومة المركزية إعفاءهم من الضرائب والرسوم المترتبة عليهم. نعلم أن الفنادق متوقفة تماما، أكثر من 700 فندق بسبب جائحة كورونا وعدم دخول زائرين وعدم دخول المحافظات الأخرى. إذا كان التوجيه من الوزارة والحكومة المركزية نمنع ذلك، وإذا كان من النقابات أو من الضريبة نفسها سوف نكون لنا إجراءات. حاليا لا يمكن اتخذ أي إجراء ضريبي أو استيفاء بعض الديون أو المبالغ. أزمة فيروس كورونا وما رافقها من حظر للتجوال أثرت بشكل مباشر على الواقع السياحي والاقتصادي في المحافظة، وسط مطالبات من أصحاب القطاع الخاص بإعفائهم من الضرائب والجباية المترتبة عليهم. من كربلاء المقدسة، معتز العبودي، زاكروس تيفي.